صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين.